السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله معانا محاضرة هيستولوجي سهلة وبسيطة جدا، ومعظم الكلام بتاعها اتكرر معانا كتير، وهي محاضرة هيستولوجي الأدرينال جلاندز والبنكرياس. فهنبدأ بسم الله في الأدرينال جلاندز. كأي أورجان في الدنيا بيتكون من استروما وبارينكيما. الاستروما هي البيت والبارينكيما هم الناس اللي عايشين جوه البيت. فالاستروما هي عبارة عن الكونكتيف تيشو كبسول اللي محاوطة الأدرينال جلاند من بره، وبتقسمها لثين سبتا من جوه، وكمان بتكون متكونة من ريتيكولار فايبرز فريم ورك، شبكة من الريتيكولار فايبرز بتكون وظيفتها إن هي تدعم السكريتوري سيلز بتوع الكورتكس والمظلة. يبقى هي عبارة عن البيت، الجدران اللي محوطاني، الكبسول، وعبارة عن الأرضية اللي حمياني ومدعماني وأنا واقف عليها. يبقى الكونكتيف تيشو كبسول اللي من بره وبيقسمها لي السبتة من جوه. انت عندك الشقة بتاعتك بتبقى متحوطة بجدران من بره، والجدران دي داخلة لجوه ومقسمة لك الشقة من جوه الأوض. فهي نفس القصة، إن هي محوطاك من بره كونكتيف تيشو كبسول، ومن جوه مقسمة الأدرينال جلاند السبتة، بتحط سن ثبتة ما بين الكومبارتمنتس وبعضها، وفي الأرضية ريتيكولار فايبرز فريم ورك بتدعم السكريتوري سيلز وتحميها. وبعد كده البارينكيما عبارة عن أدرينال كورتكس من بره وأدرينال مظلة من جوه. الكورتكس اللي هي القشرة بيكون فيها ستيرويد سكريتينج سيلز، بتكون متقسمة لثلاث طبقات. الثلاث طبقات دول بيطلعوا لي كورتيكوستيرويدز، ستيرويد هرمونز. جاية من فين؟ جاية من الكوليسترول، وبتطلع من الكورتكس، فسميتها كورتيكوستيرويدز. زي ما خدنا في الفسيولوجي، فالأدرينال كورتكس بتطلع لي مين؟ بتطلع لي المينرالوكورتيكويدز اللي هي الألدوستيرون، بتطلع لي الجلوكوكورتيكويدز اللي هي الكورتيزول، وبتطلع لي السكس هرمونز اللي هم الاندروجينز والاستروجين والبروجستيرون. السيتوبلازم بتاع الخلايا بيكون فيه ويل ديفلوبد سموث اندوبلازميك ريتيكولم. ليه سموث اندوبلازميك ريتيكولم؟ لان هي اللي بتصنع لي الليبيدز. الراف اندوبلازميك ريتيكولم بتصنع لي البروتين، لكن السموث تصنع لي الليبيدز. فبما ان الهرمونز دي عبارة عن ليبيدز، عبارة عن هرمونات دهنية، فهي لازم الخلايا تكون فيها اس اي ار، ويكون فيها ليبيد دروبلتس ان نيوميروس ميتوكوندريا وذ تيوبولار كريستي. هكون محتاج فيها ميتوكوندريا كتير، والميتوكوندريا دي يبقى جواها كريستي كتير عشان تقدر ان هي تمد الخلايا بالطاقة الكافية. وكمان هلقى في جولجي بودي بيكون موجود ما بين النيوكليوس وما بين البلازما ميمبرين اوف ذا سيل فيسينج ذا بلود فيسلز. يعني ما بين دلوقتي، ادي ده الخلية، تمام؟ دي الخلية، وماشي جنبها البلود فيسلز، فادي هنا السيل ميمبرين وادي هنا النيوكليوس. السيل بتكون ليها ناحيتين، ناحية هنا بص على البلود فيسل، وناحية هنا بص على باقي التشو. فالجولجي بودي بيكون موجود في المنطقة دي، بيكون موجود في المنطقة دي ما بين النيوكليوس وما بين جزء البلازما ممبرين اللي بيواجه البلود فيسل، عشان يتخزن الليبيدز او تتخزن الهرمونز في فيزيكلز، وبعد كده يحصل لها سكريشن على الدم على طول. بيكون طبعا في فينستريتد بلود كابيلاريز. اي اندوكراين اورجان لازم يكون في فينستريتد بلود كابيلاريز، لان هو اللي الهرمونات هتتصب فيه وتروح من خلاله للسيستميك سيركيوليشن. بتكون الفينستريتد بلود كابيلاريز دي بتكون موجودة ما بين ثلاثة ليرز، ما بين ثلاثة ليرز، عشان كل لير هتفرز هرمونات مختلفة. فبتكون الكورتكس متقسمة لثلاث طبقات، وما بين الثلاث طبقات دول فينستريتد بلود كابيلاريز، عشان تبدأ كل واحدة تصب في الكابيلاريز بتاعتها وتروح للسيستميك سيركيوليشن. فعندي أول طبقة بتكون هي الزونة جلوميريولوزا، بتكون هي الزونة جلوميريولوزا. معلش شيل لي كلمة most abundant دي،
هي الزونة فاسيكولاتا، هي الموست اباندنت، هي اللي بيكون فيها اكبر عدد من السيلز، وهي اللي بتكون اسمك طبقة. فالزونة جلوميريولوزا بتكون طبقة سن وبتكون سوبرفيشال، بتكون هي اعلى حاجة من فوق خالص بعد الكبسول. هنا دي الكونكتيف تيشو كبسول بتاعت الادرينال جلاند من بره خالص، تحتها على طول الزونا جلوميريولوزا، بتكون طبقه رفيعه نوعا ما وبتكون سوبرفيشيال سطحيه. طيب immediately lie beneath the connective tissue capsule، بتكون تحت الكونكتيف تيشو كبسول على طول، بتكون متكونه من كولومنر اور بيراميدال اسيدوفيليك سيلز. الخلايا بتاعتها بتكون اسيدوفيليك، الخلايا زي ما انت شايف بتكون لونها بينك اسيدوفيليك، بيكون فيها فيو فاكيولز اند ديبلي ستيند نيوكليوي، بيكون فيها بعض الفاكيولز بسبب الليبيد دروبلتس، لما باجي اعمل ستيننج بتبدا ان هي تدوب مع الصبغه فتسيب مكانها مكان فاضي او بقعه فاضيه، فبتخلي فيه فاكيولز او دوائر فاضيه بسبب ان الليبيدز حصل لها ديسوليوشن، تمام، دابت الليبيدز فسابت اماكنها فاكيولز. وديبلي ستيند نيوكليوي، النيوكليوي بتبقى لونها غامق، ديبلي ستيند اند دنسلي ستيند، يبقى الخلايا بتاعتها بتكون كولامنر او بيراميدال وبتكون اسيدوفيليك، بيكون فيها فيو فاكيولز بسبب الليبيد دروبلتس، وبتكون فيها ديبلي ستيند نيوكليوي. هتلقى ان السيلز بتترتب مع بعض في شكل كلوزلي باكد راوندد اور ارشد كوردز سراوندد باي كابيلاريز، هتلاقي ان الخلايا بتكون بتترتب جنب بعض، بيكونوا لازقين في بعض، كلوزلي باكد راوندد اور ارشد كوردز، يعني هي بتتكون في حبال او بتتجمع او تترتب مع بعض في شكل حبال، بتكون راوندد او ارشد، يعني عاملة شبه القوس، يبقى كأنه قوس والخلايا متركبة عليه بالشكل ده، يبقى حبال شبه القوس ارشد كوردز، وبتكون متحوطة بالفينستريتد كابيلاريز عشان تبدأ الخلايا ان هي تصب الهرمونز بتاعتها فيها. يبقى هي thin superficial region immediately beneath the connective tissue capsule، بتكون عبارة عن columnar أو pyramidal acidophilic cells، فيها vacuoles بسبب الليبيدز، deeply stained nuclei، cells are arranged in closely packed rounded or arched cords surrounded by capillaries، يا إما cords surrounded يا إما cords arched مقوسة، وبتكون الارشز دي متحوطه ببلود كابيلاريز. الزونا فيسيكولاتا دي الثيك ميدل ريجون، دي هي اسمك طبقه واكتر طبقه فيها خلايا، دي اللي هي مين، دي اللي هي الزونا فيسيكولاتا، دي اكبر طبقه موجوده في الادرينال كورتكس، وهي اللي بيكون فيها اكتر عدد من الخلايا. طيب ايه المميزات بتاعت الزونا فاسيكولاتا؟ السيلز بتاعتها بيبقى arranged in straight cords one or two cells، بتبقى الخلايا مترتبة في شكل حبال، والحبال دي هتلقى ان كل حبل بيتكون من خلية الخليتين، يبقى cords متكونة من one to two cells، cords متكونة من one to two cells. لكن الزونا جلوميريولوزا كانت ما بتبقاش straight cords، لا كانت تبقى rounded cords او arched cords، لكن في الزونة فاسيكولاتا بتبقى straight cords، بتبقى متكونة من one or two cells، بتبقى طبقة thick and perpendicular to the capsule، بتبقى طبقة سميكة وموازية للكبسول. هتلقى هنا خط توازي ما بينها وما بين الكبسول، بتكون موازية للكبسول. And have capillaries between them، الخلايا بتكون ما بينها وما بين بعض capillaries أو fenestrated capillaries. السيلز نفسها بتكون polyhedral، شكلها مضلع، with central rounded vesicular nuclei and maybe binucleated، بيكون فيها rounded vesicular nucleus، يعني النيوكليولوس باينة من جواها.
and may be binucleated، ممكن بعض الخلايا تلقى إن هي موجود فيها two nuclei مش نيوكلياس واحدة. يبقى الخلايا بتكون polyhedral مضلعة فيها central rounded vesicular nuclei وممكن تبقى binucleated. السيتوبلازم بيبان كأنه vacuolated، بيبان كأنه vacuolated وأسيدوفيلك بسبب الديسولفد ليبيد، لأن الخلايا بتاعة الزونة فاسيكولاتا هي أكتر خلايا بتفرز هرمون، والهرمون ده هو الكورتيزول، فإنها أكتر خلايا بتفرز هرمون، فهي اللي بتكون فيها أكبر كمية من الليبيدز، فالليبيدز بيبان فيها فاكيوليتد أكتر، بيخلي السيتوبلازم بتاعها باين فاكيوليتد أكتر، فبسمي السيلز بتاعتها سبونجيوسايتس. سبونجيوسايتس زي الاسفنجة كده، لما تلاقيها فاضية، الاسفنجة لما تلاقيها فاضية من جوه بتكون عبارة عن هواء من جوه أو متفرغة من جوه، مفيش غير الطبقة اللي من بره أو الغلاف بتاعها من بره، لكن من جوه السفنجة شوف شكلها هتلاقيها مفرغة. فعشان كده سميت السيلز بتاعت الزونة فاسيكولاتا سبونجيوسايتس، بسبب ان السيتوبلازم فاكيوليتد ومش باين فيه اي اورجانيلز، وبتكون اسيدوفيليك وفاكيوليتد ديو تو ديسولفيد ليبيدز، فعشان كده سميتها سبونجيوسايتس. طيب اخر طبقة معايا وهي الزونة ريتيكولاريس، ودي اللي بتكون الليست اباندنت، هي بتكون ارفع واصغر طبقة وبيكون فيها اقل عدد من الخلايا، وبتكون هي الـ innermost part of the adrenal cortex، بتكون تحت الزونة فاسيكيولاتا وبتكون آخر طبقة من الأدرينال كورتكس بعدها المضلة على طول. يبقى هي آخر طبقة من الأدرينال كورتكس بعدها المضلة على طول. تمام؟ يبقى الزونة reticularis هي الـ innermost layer of the cortex lies between the zona fasciculata and the medulla arranged in anastomosing irregular cords. anastomosing irregular cords يعني بتكون الكوردز غير منتظمة، شكلها غير منتظمة، وبتكون لحمة في بعض أو مربطة في بعض، فسميتها anastomosing. anastomosing يعني مربطة في بعض، كوردز شكلها irregular، حبال شكلها irregular مش منتظمة ولا straight، وبيكونوا شابكين مع بعض عاملين anastomosis. Cells are smaller and darker with numerous large lipofuscin pigment granules. Cells are smaller، الخلايا بتاعتها بتكون أصغر وبتكون أغمق في اللون، with numerous large lipofuscin أو lipofuscin pigment granules، والlipofuscin دي بتبقى خلايا بتدل على الايجنج او صبغه بتدل على الايجنج بتاع الخلايا، وهي اللي بتدي الزونه ريتيكولاريس او خلايا الزونه ريتيكولاريس اللون الغامق او اللون البني بتاعها. Their cells either light stained pale nucleus او light cells، يعني الخلايا بتاعت الزونه ريتيكولاريس اما ان هي تبقى light stained، تبقى لونها فاتح ويبقى ليها pale nucleus، nucleus لونها باهت، فبسميها light cells، أو تبقى irregular cells with pycnotic nuclei suggesting cell death أو dark cells، يعني بتبقى الخلية موجود فيها pycnotic nuclei يعني fragmented nuclei، النيوكليوس متقسمة لكذا حتة حصل فيها fragmentation أو pycnosis، وبتكون الخلايا dark بسبب ترسب الليبوفوسكين بيجمنت جواها بزيادة، لأن هي كبرت في السن أو خلاص هتموت، هيحصل لها ديث، هيحصل لها نيكروزس، فهي بتبقى فيها ليبوفوسكين كتير، ده معناها إن هي عاشت كتير، وبعد كده خلاص بيبدأ يحصل فراجمنتيشن للنيوكلياي وتبان الخلية كدارك سيلز. يبقى في بعض الخلايا دي اللي لسه جديدة بيكون لونها لايت فاتح كده ومزهزه، لكن الدارك سيلز دي خلايا بتكون خلاص قربت على السيل ديث، او ان هي بتكون حصل لها سيل ديث بالفعل. تمام؟ يبقى عندي زونا جلوميريولوزا فاسيكولاتا اسمك طبقه،
ريتيكولاريس ارفع طبقه، دي اللي من بره خالص فيها كولامنر او بيراميدال اسيدوفيليك سيلز، بتكون الخلايا متجمعه في شكل راوندد او ارشد كوردز. الفاسيكولات هي الطبقه الاسمك ستريت كوردز ثيك وبربنديكولار للنيوكليوس، وما بينهم كابيلاريز بتكون بوليهيدرال او سنت بتكون بوليهيدرال وليها سنترال راوندد فيسيكولار نيوكلياي، وممكن تبقى باي نيوكليتد، وبسمي الخلايا بتاعتها سبونجيوسايتس. الريتيكولاريس هي الأقل في العدد والحجم، وهي الطبقة اللي من جوه خالص اللي من بعدها المضلة على طول ما بين الزونا فاسيكولاتا وما بين المضلة، بتكون مترتبة في شكل أناستموزنج الريجولار كوردز السيلز، هل أني بيكون فيها بعضها لايت وبعضها بيكون دارك، بيكون متجمع فيه لايبوفوسكين كتير وبيكون فيه بيكنوتيك نيوكلياي أو نيوكليوس حصل لها فراجمنتيشن، ودي بترجح السيل ديث. طيب بعد كده عندي الادرينال مضلة، الادرينال مضلة ودي النخاع اللي من جوه بتاع الادرينال جلاند. البارينكيمال سيلز بتاعت الادرينال مضلة ممكن يتم اعتبارها على ان هي موديفايد سيمباثيتك بوست جانجليونيك نيورونز lost their axons and dendrites during embryonic development and have become secretory cells. يعني ان الخلايا بتاعت الادرينال المضلة تقدر تعتبرها خلايا عصبية او تقدر تعتبرها اعصاب، كانت هتبقى sympathetic post ganglionic neurons لكن فقدت الاكزونز اللي هي الزوائد بتاعتها والدندرايتس. عندي بيبقى فيه ده السيل بودي وده الاكزون الجسم اللي طالع منها، وعند او الديل اللي طالع منها، وعندي الدندرايتس الزوائد اللي من تحت، فهي عباره عن خلايا بوست جانجليونيك نيورونز او عباره عن اعصاب بوست جانجليونيك فقدت الاكزون والدندرايتس بتاعتها وما فضلش غير السيل بودي، وتحولت بعد كده لسكريتوري سيلز. ليه قدرت ان انا اعتبرها بالشكل ده؟ لاني في التكوين بتاع الامبريو بيبقى عندي الادرينا المضلة بتطلع من النيورال كريست، والنيورال كريست ده هو اللي بيديني السيمباثيتك نيورونز، فمن ضمن الخلايا اللي بيديهاني خلايا الادرينا المضلة. فانا عندي اصلا بيبقى فيه بري جانجليونيك نيورون بيروح على الجانجليون وبعد كده يكمل للاند اورجان ببوست جانجليونيك نيورون، يبقى هو طالع من السنترال نيرفوس سيستم ببري جانجليونيك نيورون يقف عند الجانجليون وبعد كده او الجانجليا ويفضل مكمل ببوست جانجليونيك نيورون. فانا بيجي عندي بيتبعت بري جانجليونيك نيورون بيروح على الادرينا المضلة على طول، ده في الادرينا المضلة بس. الادرينا المضلة هي اللي بتاخد بري جانجليونيك نيورون دايركت، ما بتاخدش بري وبعد كده يوصل لها بوست، لا ده هي بيوصل لها بري جانجليونيك نيورون دايركت وبعد كده تطلع ادرينالين اند نور ادرينالين لما تجيلها الاشاره. فعشان كده بيعتبر ان الخلايا اللي كانت جوه الادرينا المضله كانت عباره عن بوست جانجليونيك نيورونز لكنها ما كملتش كنيورونز، فقدت خاصيتها كنيورون وتحولت لسكريتوري سيلز، فقدت الاكزونز والدندرايتس بتاعتها وتحولت لسكريتوري سيلز. طيب اشوفها تحت الميكروسكوب ايه؟ تحت اللايت مايكروسكوب هل عندي خلايا اسمها كروموفين سيلز. الكروموفين سيلز دي بتبقى عبارة عن بولي هيدرال سيلز، خلايا برضو بيكون شكلها مضلع، بتكون متجمعة في شكل كوردز او كلومبس، بتكون متجمعة في شكل كوردز او كلومبس. عندي هنا الكروموفين سيلز يا اما بتكون متجمعة في شكل تجمعات كلومبس او بتكون متجمعة في شكل كوردز، شايف هنا الكورد ده هيكون باين اكتر، متجمعة في شكل كوردز او متجمعة في شكل كلومبس تجمعات مع بعض، تمام؟ يبقى دي الكروموفين سيلز وبتكون سبورتد باي ارتيكولار فايبر نتورك، بيكون الخلايا تحتها ارتيكولار فايبر نتورك عشان يدعمها، يبقى بيكون في ارتيكولار فايبر تحتها عاملة شبكة عشان تدعمها وتحميها. بيكون فيها large vesicular and eccentric nuclei with finely granular basophilic cytoplasm. السيتوبلازم بتاعها بيكون basophilic،
لونه مزرق، وبيكون فيه large vesicular nuclei and eccentric، يعني هي بتكون جاية من على الجنب، eccentric ما بتكونش central، يبقى بتكون النيوكليوي جاية من على الجنب وما بتكونش central، بتكون eccentric، وبتكون large حجمها كبير، وبتكون vesicular يعني شفافة والنيوكليولس باينة من جواها، وبيكون فيها finally granular basophilic cytoplasm. جرانيولر منقط وبيكون بيزوفيليك لونه ازرق، وده هو الوصف بتاع السيتوبلازم بتاعه، يبقى لارج فيزيكولار اند اكسنتريك نيوكلياي وذ فاينلي جرانيولار بيزوفيليك سيتوبلازم وذ ا بروفيوز كابيلاري سبلاي انترفينز بتوين ادجيسنت كوردز، يعني الكوردز وهي ماشيه جنب بعضها هتلقى ما بينها وما بين بعضها في بروفيوز كابيلاري سبلاي، في كابيلاريز كتير بتكون موجودة ما بين الكوردز وبعضها عاملة بروفيوز كابيلاري سبلاي للأدجيسنت كوردز، تمام؟ يبقى بتكون الكوردز في ما بينها كابيلاريز موصلة دم كتير، أو إن هي بتاخد أو بتكون موصلة دم كتير يعني للسيلز عشان تبدأ إن هي تصب فيها الأدرينالين والنور أدرينالين ويوصل للسيستميك سيركيوليشن بقى اقصى كميه لما يحصل سمباثيتك ستيميوليشن. طيب بيكون برضو في سمباثيتك جانجليون سيلز بتكون متنطوره سكاترد او بتكون متجمعه مع بعض في المظله، يبقى بيكون عندي سمباثيتك جانجليون سيلز جانجليون، وده اللي خلاني ارجح اكتر كون اني خلايا الادرينا المضله كانت عباره عن بوست جانجليونيك نيورونز فقدت الاكسونز والدندرايتس بتاعتها، لاني لقيت في سمباثيتك جانجليون سيلز موجوده جوه الادرينا المضله بتكون متنطوره، يا اما كل واحده في حته يا اما يكونوا متجمعين كذا واحده مع بعض في مجموعات. طيب في كذا طريقه اني اعمل ستيننج للكروموفين سيلز تحت الميكروسكوب واشوف شكلهم، في كذا طريقه للستيننج. عندي طريقة اسمها الكروموفين رياكشن، الكروموفين رياكشن، ودي اني باخد فريش تشو من الادرينا المضلة، بقطع تشو من الادرينا المضلة واعالجه باوكسيدايزنج ايجنت، احط عليه اوكسيدايزنج ايجنت زي البوتاسيوم دايكروميت، يبقى باخد الفريش تشو من الادرينا المضلة، باخد تشو او نسيج من الادرينا المضلة واحط عليه عامل مؤكسد زي ايه؟ زي البوتاسيوم دايكروميت، بوتاسيوم دايكروميت، هل ان الخلايا بتتصبغ معايا بلون دارك براون بسبب ان السيل جرانيولز بتاعتها بتتصبغ بلون دارك براون، يبقى الجرانيولز اللي هي بيكون فيها ادرينالين ونور ادرينالين بل ان هي اتصبغت بلون دارك براون بني غامق. طيب عندي طريقة اسمها كرامرز ميثود، اكتشفها عالم اسمه كرامر، اني باخد برضو نسيج من الادرينال جلاند ولما اعالجها بالاوزميك اسيد بلقى ان الكورتكس والمظلة هما الاتنين بقى لونهم بلاك، باخد نسيج من الادرينال جلاند بيكون فيه كورتكس ومظلة واحط عليه اوزميك اسيد، هل ان الكورتكس والمظلة هما الاتنين بقى لونهم اسود؟ الكورتكس بتتصبغ اسود بسبب وجود الليبيدز، والمظلة بتتصبغ اسود بسبب الادرينالين والنور ادرينالين، فبعد كده لما بحط عليها تربنتاين اويل الكورتكس بيحصل لها ديكالرايزيشن، بتفقد اللون الاسود بسبب ان التربنتاين اويل ده بيدوب الليبيدز وبيشيله، بيعمل ريموف للليبيدز، لكن المظلة بيفضل الأدرينالين والنور أدرينالين موجودين جواها فبتفضل محافظة على اللون الأسود، يبقى الكرامرز ميثود باخد تشو من الأدرينال جلاند في كورتكس وفي مظلة وأحط عليه أوزميك أسيد، واحط عليه اوزميك اسيد، هما الاثنين هيتصبغوا باللون الاسود، الكورتكس بسبب الليبيدز والمظله بسبب الادرينالين والنور ادرينالين، لما اضيف تربنتاين اويل هلقى اني حصل ريموفال للليبيدز من الكورتكس ففقدت اللون الاسود، لكن المظله فضلت محتفظه بالادرينالين والنور ادرينالين ففضلت محتفظه باللون الاسود.
طيب عندي طريقة إني أصبغ الكروموفين سيلز بالفيريك كلورايد، وهشوف الخلايا تحت الميكروسكوب مصبوغة بلون أخضر، ستينز كروموفين سيلز جرين. ممكن كمان أصبغهم بالأيودين، هيخلي لي الكروموفين سيلز تبان ريد بلون أحمر، يبقى الفيريك كلورايد بيبان بلون جرين والأيودين بيبان بلون ريد. يبقى الفرك فرك جرين، الفرك جرين والأيودين ريد. يبقى عندي الطرق اللي بستخدمها للستيننج: الكرومافين رياكشن، بضيف بوتاسيوم دايكروميت، اوكسيدايزنج ايجنت، هلاقيها دارك براون، كرامرز ميثود، اوزميك اسيد، بعد كده تربنتاين اويل، الكورتكس هيحصل لها ديكالرايزيشن والمظله هتفضل لونها بلاك واشوفها تحت الميكروسكوب بلون اسود. الفيريك كلورايد هيصبغ لي الكروموفين سيلز جرين والايودين هيصبغها لي ريد. طيب لو عايز اشوف شكلها تحت الالكترون مايكروسكوب هلقى ايه؟ هل اني عندي كروموفين سيلز ليها elongated ميتوكوندريا، rough endoplasmic reticulum، well developed Golgi and abundant membrane limited electron dense secretory granules، بتكون بتحتوي على ابينفرين ونور ابينفرين. يبقى الكروموفين سيلز لما اشوف شكلها تحت الميكروسكوب الالكترون مايكروسكوب هلقى فيها ايه؟ elongated ميتوكوندريا، ميتوكوندريا طويلة، ميتوكوندريا طويلة. هلقى فيها RER، هلقى فيها RER بسبب ان الادرينالين والنور ادرينالين دول بروتين مش ستيرويدز، فهلقى ان فيها RER. طيب تمام، هلقى ايه كمان؟ هلقى ويل ديفلوبد جولجي عشان يحط لي الادرينالين والنور ادرينالين في سكريتوري جرانيولز، وهلقى السكريتوري جرانيولز ذات نفسها بتكون الكترون دنس لونها غامق تحت الميكروسكوب، وبيكون حجمها من 150 ل 350 نانومتر، وبتحتوي على ابينفرين او نور ابينفرين. هتلقى في جرانيولز فيها ابينفرين وفي جرانيولز فيها نور ابينفرين، والابينفرين والنور ابينفرين بيحصل لهم سكريشن باي ديفرنت سيلز. يعني في خلايا زي ما قلنا بيبقى فيها ابينفرين وبتعمل سكريشن للابينفرين، وفي خلايا بيبقى فيها نور ابينفرين وتعمل سكريشن للنور ابينفرين، وبلقى ان شكلهم مختلف تحت الميكروسكوب. هل ان الابينفرين سكريتنج سيلز بتكون الجرانيولز بتاعتها اصغر، ليها سمولر جرانيولز، ليها سمولر جرانيولز، الجرانيولز اللي بتكون شايله ابينفرين بتكون اصغر في الحجم وبتكون less electron dense و their contents fill the granule. يعني ان الجرانيول حجمها صغير فالكونتنت مالي الجرانيول كلها، الكونتنت مالي الجرانيول كلها، وبتكون حجم الجرانيول نفسها كلها صغير وبتكون less electron dense، لونها افتح شويه من النور ابينفرين secreting cells. طيب النور ابينفرين بتكون ليها larger granules و more electron dense، والcontents بتبقى irregular in shape، المحتويات بتبقى irregular in shape أو منطورة بشكل عشوائي جوه الجرانيول، بيكون في electron lucent layer beneath the surrounding membrane. يعني دلوقتي دي الخلية اللي فيها جرانيولز بتطلع نور ابينفرين، فبلقى في الكترون ليوسنت لير بينيث ذا سراوندنج ميمبرين، بلقى في طبقه بتكون الكترون ليوسنت لونها فاتح بتكون تحت الممبرين او السيل ميمبرين بتاع النور ابينفرين سكريتنج سيلز. فانا عندي الكلمه الكبيره بتكون ليها لارجر جرانيولز ومور الكترون دنس، الكلمة الصغيرة بتكون smaller granules و less electron dense. About 80% of the catecholamine output of the adrenal vein is epinephrine. يعني 80% من الهرمونز اللي بتعمل الأدرينال مضلة ليها secretion بتكون epinephrine، أو بتفرز epinephrine بنسبة 80% ونور epinephrine بنسبة 20%. يعني الإبينفرين هو أكتر حاجة بتتفرز من الأدرينال مضلة بنسبة 30% من نسبة الكاتيكولامين output من الأدرينال vein. طيب كده يبقى خلصنا كلام عن الادرينال جلاندز، عن الكورتكس والمظله. دلوقتي هنتكلم عن الاندوكراين بانكرياس.
The human pancreas contains over a million islets that are more numerous in the tail than in the body and head of the organ. يعني البنكرياس بيكون فيه أكتر من مليون islet of Langerhans اللي بتكون موجود فيها الخلايا اللي بتفرز هرمونات في الاندوكراين بنكرياس، وبتكون اللانجرهانس سيلز موجودة في التيل بتاع البنكرياس أكتر ما بتكون موجودة في البودي وفي الهيد. لأن البنكرياس لو تفتكر في الجي اي تي كان عبارة عن هيد وبودي وتيل، هيد وبودي وتيل، فأنا عندي في التيل بيبقى موجود فيه كمية ايلتس اوف لانجرهانز أكتر مما في الهيد وال وال أكتر مما في الهيد والبودي. They appear as scattered pale areas among the darkly stained acini. They are non-capsulated, but they are surrounded and supported by reticular connective tissue, and they are richly supplied with fenestrated blood capillaries عشان يصبوا فيها الهرمونز. يبقى الايلتس اوف لانجرهانز بتبقى متنطورة في البنكرياس as scattered pale areas، بتكون مناطق باهتة ومتنطورة في البنكرياس among the darkly stained acini، بتكون موجودة حوالين الأسيناي اللي بتكون لونها غامق. They are non encapsulated، مش متحوطين بكبسول، لكنهم بيكونوا متحوطين ومدعمين بريتيكولار كونكتيف تيشو، وبيكون واصل لهم فينستريتد بلود كابيلاريز بشكل كبير. عندي في خلايا بتقع في السنتر بتاع الايلتس اوف لانجرهانز، وعندي خلايا بتقع في البريفري. عندي ده شكل الايلتس اوف لانجرهانز، في خلايا بتقع في النص في السنتر، وفي خلايا بتكون موجودة في البريفري من على الأطراف. فأنا عندي خليتين أو نوعين من الخلايا بيكونوا موجودين في السنتر، البيتا سيلز والكلير سيلز. خلينا نخلص الكلير سيلز بسرعة لأن هي صغيرة. الكلير سيلز بتكون لاك جرانيولز، ما بيكونش فيها أي جرانيولز، ما بتعملش سكريشن لأي حاجة، بتكون سنترالي امونج بي سيلز. يعني ادي دلوقتي البي سيلز في الايلتس اوف لانجرهانز، وبيكون حواليها الكلير سيلز، بيكون حواليها او امونج ذم الكلير سيلز. ايه فايدة الكلير سيلز دي؟ ان هي ريزيرف او ريزيست او ريستنج سيلز. يعني لو حصلت مشكلة في بعض البيتا سيلز تبدأ الكلير سيلز دي ان هي تعمل ديفيجن وتتحول لبيتا سيلز، فهي عبارة عن مخزون او احتياطي للبيتا سيلز، او ان هي بتكون موجودة ريستنج سيلز، بتبقى ما بتعملش اي انقسامات وما بتعملش اي اكشن ولا بتطلع هرمونز الا لما الجسم يحتاجها، بتشتغل كريزيرف. لو بعض الخلايا بتاعة البيتا سيلز حصل لها نكروزس تبدأ ان هي تعمل ديفيشن وتتحول لبيتا سيلز. طيب البيتا سيلز نفسها بقى بتكون ايوزينوفيليك سيلز، وبتكون تقريبا تمثل 70% of the total islet cells. يعني كل islet of Langerhans 70% من خلاياها بتكون عبارة عن بيتا سيلز، بتكون موجودة في السنترال بورشن. شايف بتكون هي أكتر عدد خلايا موجودة، وبتكون موجودة في نص الايلت اوف لانجرهانز. بتطلع مين؟ بتطلع انسولين، بتطلع انسولين. ممكن تيجي تسأل سؤال هنا، تقول لي ازاي البيتا سيلز ايوزينوفيليك، هي مش بتطلع انسولين؟ اقول لك اه. طيب مش عشان تطلع انسولين لازم يبقى فيها ار اي ار كتير؟ اقول لك ايوه. تقول لي طب مش الار اي ار هتبقى بيزوفيلك، يبقى تخلي الخلايا بيزوفيلك، ازاي خليتها ايوزينوفيلك؟ ايوزينوفيلك بسبب الانسولين جرانيولز، بسبب ان الجرانيولز اللي بتكون شايلة انسولين بتكون ايوزينوفيلك، لان البروتين نفسه بيكون ايوزينوفيلك، فالانسولين بيبقى متعبي في الجرانيولز واخد الصبغة الايوزينوفيل، فبيبقى ايوزينوفيلك. وانا لقيت ان في نوعين من خلايا بيتا عندي، او بيكون في مرحلتين بتعدي عليهم خلايا بيتا. المرحلة الاولى ان هي لسه بتصنع انسولين، ان هي لسه بتصنع انسولين، فبيبقى فيها عدد كبير من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم وعدد قليل من الجرانيولز during which insulin being synthesized. ففي المرحلة دي
لما بيكون فيها ار اي ار كتير ولسه الجرانيولز ما تكونتش كتير بتبقى بيزوفيليك. لكن المرحلة اللي بتبقى طاغية وغالبا بشوف البيتا سيلز فيها بتكون هي السكند ستيج، بتكون الخلايا خلاص بالفعل كونت الجرانيولز كتير ومبقتش محتاجة ار اي ار، فتبقى الجرانيولز موجودة بشكل كبير جوه السيلز وبيبقى في سمول اماونت من الار اي ار، فيطغى عليها الصبغة البينك فتبان ايوزينوفيليك، فبيكون فيها نوميرال سكريتوري جرانيولز بتكون كل واحدة تقريبا 300 نانومتر في القطر، وبيكون ليها دنس بوليهيدرال كور، وبتكون الخلايا ايوزينوفيليك. يبقى في الاول اثناء التصنيع هي كانت بيزوفيليك، بعد كده المرحلة اللي انا بشوفها فيها السكند ستيج خلاص الجرانيولز زادت والار اي ار قلت، فببدأ اشوفها ايوزينوفيليك. طيب تحت الالكترون مايكروسكوب زي ما قلنا since insulin is a protein it might be expected that the beta cells have well developed RER and Golgi apparatus. يعني زي ما قلنا ان المفروض عشان الانسولين ده بروتين فكان من المتوقع اني القى في السيل عدد كبير من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم والجولجي اباريتس، لكن على الرغم من كده الرف اندوبلازميك ريتيكولوم ما بتبانش في البيتا سيلز which have abundant granules، بيكون فيها جرانيولز كتير بتطلع انسولين. وعلى الجانب الاخر some cells have a great content of RAR، فعشان كده جيت قسمت البيتا سيلز لنوعين على حسب المرحلة اللي هي موجودة فيها، ففي بعض خلايا بيتا بتكون لسه في مرحلة التصنيع بيكون فيها ار اي ار كتير فبتكون بيزوفيليك، وعلى المرحلة التانية بتبدأ الار اي ار تقل ويزيد فيها الجرانيولز فبتبدأ تبان ايوزينوفيليك وما يبانش فيها تحت الالكترون مايكروسكوب الار اي ار والجولجي اباريتس. طيب بعد كده عندي البريفرال سيلز، الخلايا اللي بتكون موجودة على الأطراف، على أطراف الأيلت أوف لانجر هاندز. عندي ألفا سيلز ودلتا سيلز وبولي بيبتايد سيلز أو بنكرياتيك بولي بيبتايد سكريتنج سيلز. عندي الألفا سيلز دي بتكون خلايا بيل ستيننج، بيكون لونها باهت أو فاتح، بتمثل 15 ل 20% من عدد خلايا الايلت اوف لانجرهانز، جنرالي لوكيتد بريفرالي ان ذا ايلتس، بتكون موجوده على اطراف الايلتس اوف لانجرهان، بتطلع ايه؟ بتطلع جلوكاجون، بتطلع جلوكاجون، والبيتا سيلز بتطلع انسولين، والدلتا سيلز بتطلع السوماتوستاتين، والبولي بيبتايد سيلز بتطلع بانكرياتيك بولي بيبتايد. ولو مش عارف الوظائف بتاعت كل الهرمونات دي فارجع لمحاضرة الفسيولوجي بتاعت البنكرياس. These cells can be distinguished from beta cells by certain staining methods. ازاي بقدر افرق ما بينها وما بين البيتا سيلز تحت الميكروسكوب؟ بطرق ستيننج معينة، بطرق صبغات معينة مش عليك، ببدأ اني افرق ما بين الالفا سيلز وما بين البيتا سيلز. تحت الالكترون مايكروسكوب بلقى فيه جرانيولز بتكون تقريبا 250 نانومتر، الجرانيولز بتاعت البيت سيلز كانت اكبر 300 نانومتر، هنا بتكون 250 نانومتر، بتكون مور يونيفورم ان سايزد اند مور دنسلي باكد ان ذا سايتوبلازم. يعني الجرانيولز بتكون مور يونيفورم ان سايز، يعني بيكون حجم الجرانيولز تقريبا قد بعض او بيكون قد بعض اكتر من البيتا سيلز، يعني بيكون في يونيفورميتي اكتر او تشابه في الاحجام اكتر ما بين الجرانيولز وما بين بعض، وبيكونوا مور دنسلي باكد، بيكونوا متجمعين مع بعض ومتعبين مع بعض densely packed ومحطوطين في السيتوبلازم بتاع الالفا سيلز. يبقى الجرانيوز 250 نانومتر في الدايمتر، بتكون حجم الخلايا مقارب لبعض، more uniform in size and more densely packed in the cytoplasm. طيب الدلتا سيلز بتكون اكبر شوية من الالفا سيلز، حجم الدلتا سيلز بيكون اكبر شوية من الالفا سيلز، بتمثل الدلتا سيلز تقريبا من 5 ل 10% من التوتال بانكرياتيك اندوكراين تيشو او من الايلت اوف لانجرهان، كل ايلت اوف لانجرهان هتلقى تقريبا في 5 ل 10% من خلايا عباره عن دلتا سيلز.
وبتكون موجودة peripherally within the vicinity of alpha cells، يعني بتكون مجاورة للألفا سيلز. شايف هنا الألفا سيلز بتكون الدلتا سيلز مجاورة ليها، أدي ألفا سيلز وهنا دلتا سيلز مجاورة ليها، فبتكون مجاورة للألفا سيلز within the vicinity of alpha cells، بتكون في جوار الألفا سيلز. بتطلع إيه؟ بتطلع سوماتوستاتين. كان بي demonstrated by silver impregnation technique. ازاي بقدر اميزها واشوف شكلها تحت الميكروسكوب؟ عن طريق تكنيك اسمه السيلفر امبريجنيشن تكنيك، ومش عليك تفاصيله. يبقى ازاي بعمل لها ديمونستريشن؟ عن طريق السيلفر امبريجنيشن تكنيك. طيب لما اجي ابص على الدلتا سيلز تحت الالكترون مايكروسكوب، هل ايه؟ هل ان السكريتوري جرانيولز بتاعتها بتكون اكبر من الالفا سيلز والبيتا سيلز؟ بتكون من 300 ل 350 نانومتر. هنا كان عندي 250 نانومتر، وفي البيتا سيلز كانت 300 نانومتر، لكن هنا بتتراوح الجرانيولز بتاعت الدلتا سيلز من 300 ل 350 نانومتر. بيكون فيها ماتيريال اوف لو تو ميديوم الكترون دنسيتي، يعني تحت الميكروسكوب بيبقى لونها فاتح او غامق، حاجه بسيطه، غامق بشكل متوسط، لكن ما بيكونش هاي الكترون دنسيتي، لا ده لو تو ميديوم الكترون دنسيتي، يعني لون الخلايا بيبقى فاتح او غامق، حاجه بسيطه. طيب تمام. There is a variant of the D cells بيبقى اسمه دلتا اي، بيكون فيه smaller granules بتتراوح من 140 ل 150 نانومتر. فانا لما بصيت تحت الالكترون مايكروسكوب لقيت ان في نوعين من انواع الدلتا سيلز، نوعه العادي المنتشر، نوع العادي المنتشر، وده بيكون الجرانيولز بتاعته كبيرة من 300 ل 350 نانومتر، وفي نوع تاني من الدلتا سيلز بسميه دلتا اي، وده بيبقى الجرانيولز بتاعته اصغر من الدلتا سيلز العادية، بتكون من 140 ل 150 نانومتر. واخر حاجة معايا وهي الاف سيلز او البولي بيبتايد سيلز، ودي بتكون سيلز موجودة في الايلتس، بيكون برضو رقمها تقريبا 5%، اقل من 5% حتى ممكن في بعض الاحيان، فبتكون هي اقل عدد من الخلايا موجوده في الايلت اوف لانجرهان. بتكون سكاترد امونج ذا سراوندينج اسيناي، بتكون متنطوره حوالين السراوندينج اسيناي، وبتطلع بانكرياتيك بولي بيبتايد. ولو مش فاكر الوظيفه بتاعته زي ما قلنا ارجع لمحاضره الفسيولوجي بتاعه البنكرياس. يبقى بتكون موجوده في الايلتس، بتكون موجوده متنطوره حوالين السراوندينج اسيناي، وبتطلع بانكرياتيك بولي بيبتايد. كده نكون خلصنا محاضرة النهاردة، كانت محاضرة سهلة وبسيطة جدا، فما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، أتمنى إنكم تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة إنه تجلس واحد وتعمل له عملية جراحية، وإنك تؤلف أدوات خاصة لكل غرض أداة، أبدع فيها المسلمون. وأول من كتب، يعني أول ريكورد عندنا أو شيء مكتوب في تاريخ البشرية لوصف دقيق لآلات بالمئات آلات جراحية، كان كتاب التصريف للزهراوي.